مع كثرة الجرائم التي ارتكبها معمر القذافي بحق الشعب الليبي، لكن القانون رقم 4 لسنة 1978 الذي يعرف اختصاراً باسم قانون البيت لساكنه يعتبر أخطرها على الإطلاق، حيث استيقظ الليبيون في شهر مارس من العام 1978 على وقع أحد أخطر القوانين التي أصدرها معمر القذافي خلال سنوات حكمه الأربعين، وهو القانون الذي جرد أصحاب الأملاك من عقاراتهم وسياراتهم وأراضيهم، إلا من قطعة واحدة أو بيت واحد هو الذي يعيش فيه أو سيارة واحدة هي التي يستخدمها. وأصبح كل مستأجر لبيت أو شقة مالكاً لها بحكم القانون، دون أن يكون لمالكها الحق في ملكيتها أو استعادتها بعد اليوم. فما هي الأبعاد الخطيرة التي خلفها هذا القانون في المجتمع الليبي حتى اليوم؟ البعد الأخطر هو هذا، هو تجرئة الليبيين على بعض، على أملاك بعض، على حقوق بعض. طبعا الموضوع ده عامل أزمة كبيرة في ليبيا في مقال نشره ماثيو جالتير في كريستيان ساينس ومونيتور الأمريكية في 12 مايو 2013 بعد سقوط القذافي. قال إن حجم الأضرار الهائلة التي لحقت بالعائلات الليبية التي صدرت أملاكها بعدما جرد القذافي الناس من كل شيء، حتى بلغ عدد العائلات التي فقدت أملاكها 80,000 عائلة في ليبيا. تخيل أن يمر الإنسان على أملاكه فيجدها في يد شخص آخر ولا يستطيع أن يفعل شيء. للأسف الشديد وجه من وجوه شخصيتنا احنا كليبيين، اللي هو إعطاء أنفسنا الحق في أن نعتدي على أملاك إنسان بدون وجه حق، لمجرد أن خطاب ألقاه القذافي وقال هذا. هذه دمرت أملاك الناس، دمرت حياة الناس، دمرت حياة العائلات. أصبح كل صاحب نعمة أصبح فقيرا في يوم وليلة. نعم، كل حقد، كل في ناس أكثر من 100 مفتاح سلم، يعني أكثر من 100 شقة عنده ولا كذا سلم للطوائف. فطبعا هذا استباحة القذافي، استباح الأملاك، استباح الدماء، استباح الأعراض، استباح كل شيء. وهذه كلها مظاهر لهذا التوجه الحاقد اللي عنده. طبعا هو صاغ القذافي هذه الأشياء في كتابه الأخضر وقال لا أحد يحق له بناء منزل إضافة إلى البيت الذي يملكه أو الذي ورثه عن أقربائه. وهذا الأمر طبق على السيارات، اللي عنده سيارتين أخذ منه سيارة، اللي عنده أرض قطعتين أرض أخذ منه قطعة، اللي عنده 10 أخذ منه 9 وسبب الأرض واحدة. الأرض واسعة، أرض الله واسعة. كان المساكن اللي كانت تبني فيها الدولة في ظل عهد الملك كانت واسعة جدا، تسع وتتناسب مع حجم العائلة الليبية. نعم، لما جاء القذافي كان كل العمارات اللي بنيت كلها قريبة طبعا دون مرافق، بقية مرافق مكملة لها، ثم أيضا متلاصقة بحيث أن إحنا لا تتناسب مع حجم العائلة، ثم أيضا هذا ما يعطيش مساحة بين الأسرة بالعمارة. فعلا هذا ما تعجبت له أن أتجول في ليبيا. أنا أخذتها من الشرق إلى الغرب بالسيارة. وكنت أتعجب كيف لهذه الصحراء الشاسعة ويبني فيها مساكن صغيرة إلى الناس وبلد غنية. وأخطر من هذا بعد في مرحلة مراحل طبعا في إطار هذا الموضوع، كان أصدر قرارات بأن حجم الشقة اللي يعيش فيها إنسان ولا البيت اللي يسكن مساحة بتسمية، يعني مساحة ضيقة محدودة جدا، لا 70 متر، يعني مساحة ضيقة صغيرة ومساحة ضيقة، يعني نوع من الانتقام من الشعب في حقيقة الأمر. يعني أنا وقفت على حياة وسير بعض الطواغيت الذين حكموا زي أنور خوجة في ألبانيا، ستالين في روسيا، الذين غيروا ثقافة الناس ودين الناس وهوية الناس. حكى لي أحد الوزراء اللي كان في ذهنه مشروع يتحكم فيه بالزواج، إن في كل بلدية يوضع قائمة لأسماء الزوجات السيدة اللي يرغبن في الزواج والشباب اللي يرغبن، ثم البلدية تختار لهم. البلديه كمان هي اللي تختار لهم. لا صراحه كل هذا طبعا تجارب نفذت في الاتحاد السوفيتي وفي الدول الكتله الشرقيه. انا الحقيقه احنا بس عايزين المشاهدين يطلعوا حتى يعرفوا، لان كل هذه الصفحات السوداء للاسف الشديد لم يعرفها الا الذين عاشوها
ولم يعرفها الناس بشكل أساسي، والآن حينما نطلع عليها نحن كناس بنبحث وبنقرأ بنتعرض لصدمات مذهلة. أكيد عندك أيضا فيما بعد طبعا بالنسبة للمشروعات التجارية والصناعية، وصل به الأمر تأميم هذه التأميم ده قصة حتى وصل إلى حتى اللي بيعوا فجل وجرجير كانوا ودكاكين الحلاقة، دكاكين الحلاقة أممها، والجزارين الجزارين أممهم، بياعين الخضار أممهم، بياعين الفواكه أممهم. هذا إذلال، إذلال اليمين، شعار يعني لا إله إلا الله. في نفس الوقت زحف عملية الزحف هذه على المقتنيات والممتلكات التجارية والمصانع، عملية زحف فوضى، استلاس استيلاء كامل على الممتلكات بدون أي نظام، بدون أي قواعد وأي فشيء حقيقي. أنا عايز أعرف الدولة اللي في العالم، الدولة اللي في العالم اللي الحلاق تبع الدولة، اللي بيبيع فجل وجرجير تبع الدولة، الدولة بتبيع فجل وجرجير. مهم في مصر دلوقتي السيسي عاملها، الجيش عمال يبيع الحاجات، لكن اللي القذافي عمله في ليبيا هو ماشي على خطاه. لا، وفي أي بلد له من الموارد النفطية ما يكفي أن يعيش الليبيين فيه بكل رغد. في شهر مارس عام 1978 وصل الدكتور محمد المجريف إلى السفارة الليبية في نيودلهي وتسلم مهام عمله سفيراً لليبيا في الهند. وكانت زيارة الرجل الثاني في نظام القذافي آنذاك عبد السلام جلود للعاصمة الهندية نيودلهي في شهر يوليو عام 1978 من أهم الزيارات التي قام بها مسؤول ليبي إلى الهند. وفي جلسة خاصة مع المجريف كشف جلود عن سر إحدى الجرائم الكبرى التي ارتكبها القذافي. فما هو هذا السر الذي لم يكشف عنه حتى الآن؟ في واقعة مهمة جدا بنشير لها أنا هون، أن كنا انتقلنا من أو كان عنده زيارة طبعا إلى بومباي بيمشي جزء من البرنامج تاعه، فاستعملنا الطيارة الخاصة هذه من نيودلهي إلى بومباي. في الرحلة في أثناء الرحلة هذه كان تحدث طبعا، وكان معجب، كان مش بس معجب، كان المرحوم طه الشريف بن عامر كان ذاك الوقت كان قتل أو مات في حادث طيارة حصل في طائرة حصل في عسكرية حصل في طرابلس، وكان في هذا هو كان في رفقة نائب رئيس الجمهورية الشرقية الألمانية الشرقية في ليبيا. فيعتقد أن هذا الحادث مدبر أو من الخدمات القدرة اللي قدمها القذافي لجهة ما من الجهات، لأنه كان شخصية قوية ويعتقد أنه هو كان سيتولى الحكم في ألمانيا الشرقية. فيبدو أن طلب من القذافي أن يستضيفها هناك وتمت العملية. لما وصل هذا الضيف إلى طرابلس كان القذافي بدل ما يستقبله في زي العادة فكان في منطقة اسمها سدادة أعتقد بعيدة على طرابلس، وعلى أساس أن ينقل الضيف بطائرة. فكان فيها مدير المراسم الليبية وفيها كان فيها طاقم اللي هو عسكري، عدد من العسكريين. طه الشريف بن عامر مفروض أنه ما لش علاقة بالرحلة، فكان مفروض علي تريه كان مفروض يمشي في مرافقة هذا الضيف، كان يبدو مريض علي. فطلب من علي من مرحوم طه الشريف بن عامر أنه هو يرافق الضيف. الطائرة لم ذهبوا إلى وصلوا للقذافي هناك، لم يضم الاجتماع طويل يعني قصير جدا، وفجأة طلعت الطيارة ما زالت في الأفق يعني ما زال نشوف فيها، انفجرت مات فيها هذا ومات فيها طه الشريف بن عامر. طه الشريف بن عامر زي ما ذكرت لحضرتك شخصية ألمعية من أعظم من جبهة ليبيا من رجال من قدراته للأسف. وكان فترة حكومة محمود عبد السلام جلود كان هو الرجل القوي اللي يعتمد عليه في تسيير الوزارة. جلود كان يعتمد عليه، فهو كان عنده بين يعني له إعزاز خاص يعني. فالمهم نحن في الطيارة ماشيين من نيودلهي إلى بومباي، بدأ يتكلم على مناقب طه الشريف بن عامر،
وذكر بكل خير وقال وجه يعني عبر عن ألمه. وقال قال يا اللي هكي في استطراد الحديث قال لما كان بيركب مع الطيارة في الطيارة مع الضيف من طرابلس وين حيث قال قلت له يا طه ما تركبش في الطيارة. نعم بس تعجيل الكلام. بعدين تمت المقابلة وجاء بيركب طه شريف مع الضيف العودة إلى طرابلس. قال له معمر ما تركبش في الطيارة طه يعني من باب هكي كأنه يعني ما يجاش بطريقة تانية لكن هذا ما نقله يعني معناها الاثنين عارفين يعني هل شنو الروحانية العظيمة اللي عندهم يعني حادث مقتل نائب الرئيس ألمانيا الشرقية. نعم. كان هذا موضوع أحد الموضوعات اللي أعتقد أنه ينبغي أن يفتح فيها في هذا الملف التحقيق فيها يعني. هذه من الخدمات القذرة اللي قام بها الكثيرة. هي المشكلة أن حتى الآن بعد مرور 8 سنوات الآن من الثورة الليبية وحتى اليوم أو أكثر من 8 سنوات لم يتم فتح التحقيق في كثير من الملفات والجرائم التي ينبغي أن يفتح فيها التحقيق ولا يوضع عليها التراب للتاريخ. وهذه إحدى الجرائم. كل الأمم لم تتصالح إلا ما فتحت هذه الملفات سواء رواندا أو جنوب إفريقيا أو كل هذه لابد أن لتعرف الحقيقة على الأقل أقل شيء تعرف الحقيقة. العام 79 مثل تناميا في صلاحيات اللجان الثورية. نعم. ودورها في كل المجالات. نعم. والقذافي كان يحضر مؤتمراتهم ويحرضهم. من الفترة من 2 ل 3 فبراير عقد الملتقى الثالث للجان الثورية في جامعة قار يونس في بنغازي وقرروا عدة أشياء خطيرة جدا. أول شيء التصفية الجسدية هي المرحلة الأخيرة في جدلية الصراع الثوري لحسمه نهائيا. إذا لم تنهى عمليات التجريد من الأسلحة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فعاليات القوى المضادة. وهذا على فكرة حتى لا ننسى هذا صاحب هذه الملتقيات متاع اللجان الثورية صاحبة التجربة الجديدة متاع القذافي. نعم. يعني حتى تكتمل الصورة شنو. أنت وصلت طرابلس في آخر فبراير 1980 التقيت مع عبد العاطي العبيدي رئيس مؤتمر الشعب العام. اللي دار بينك وبينه وده كان تقريبا آخر لقاء تم بينك. نعم. وبين مسؤول هو الحقيقة قبل لا قبل نزور عبد العاطي العبيدي هو كان هذا الوقت أمين مؤتمر الشعب العام. أمين مؤتمر الشعب زي العام. رئيس الوزراء يعني. لا أكثر من أكثر من رئيس الوزراء هذا مفروض رئيس دولة يعني شكلية مفروض. فالمهم أن كان حصل في هذه الفترة كان بعد الملتقى الثالث بدأوا عمليات يعني موجة من حملات من الاعتقال اعتقالات وتعذيب وكل أنواع البشاعة كانوا يستخدمون. وتصادف أنا وجودي في طرابلس مع وفاة استشهاد أو مرحوم عامر الطاهر ضيس. هذا كان أحد زعماء الزعيم حقيقي للبعثيين وشخصية محترمة شخصية في ليبيا من هذه طرابلس. اسمه إيه بالكامل؟ عامر الطاهر ضيس. عامر الطاهر ضيس كان محرر عقود هو كان اعتقل وبعد 3-4 أيام سلم جثمانه إلى الأهل على سنه ودعوا بأنه انتحر كما يحدث في مصر ويحدث في كل الأنظمة الاستبدادية. صادف أن وجودي غادي وإحنا حضرت الجنازة. وحتى زرت لأن فيه قريب له كان زميل لي في نعم. في الدراسة. المهم تلك الليلة فعلا كان في هذه اللحظة بالذات في هذه الأجواء هذه كنت وصلت إلى هذه القناعة بأن الآن يجب مفاصلة هذا النظام. يعني أنت لما خدت قرار نهائي بمفاصلة النظام والانشقاق عليه كان خلال زيارتك إلى ليبيا في فبراير 1980. نعم. هذا ليبيا. نعم كان هذا القرار نهائي. وكان قبلها طبعا كان داروا حملة أخرى على التجار ومصرفيين وكذا حتى كان فيها تعذيب غير عادي بشعوني. من أول من تحدثت معه عن رغبتك في الانشقاق على النظام؟ من أول شخص؟ كان والدي. جمعت والدي أربع إخوتي الكبار فقط. تحدثت مع والدي قلت له يا فلان أنا يا والدي أنا راني فعلا ارتبطت بهذا النظام كذا سفير وقبل هيك رئيس ديوان المحاسبة وأستاذ الجامعة لكن أؤكد لك أنه ما في شيء يسيئلكم ولا يسيئني بهذا الارتباط لكن مع ذلك نشعر بأن في عنقي مسؤولية نحو البلد نحو الوطن. فقال لي ايش تفكر على طول والدك سألني فقال لي ايش تفكر قلت له فكر بأني أنا أخرج من هنا لا أرجع إلا مع نهاية القذافي
والله برب الكعبة بهذا لم يكن. كيف كان رد فعل والدك؟ على طول بدون تفكير بدون تردد قال لي يا ابني توكل على الله. واخواتك؟ والدي. واخواتك ماذا قال؟ كانوا موجودين ما تكلموش طبعا خلاص كلمت في رد فعل على العائلة قد تتضرر من وراء هذا. نعم نعم وهذه الحياة هذه الحياة. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم يعني هذه الحياة تبي تضحي يعني مقابل أني براعي الاعتبارات. بس لكن أنا أبوك أبوك دفعك بقوة إلى اتخاذ القرار. أنا أخذت الإذن من والدي ودفعك بقوة لاتخاذ القرار بس رغم أنه يمكن أن يكون ضحية من ورائك في هذا الأمر. مش قال لي قال لي وإحنا فداك. الرجل مدرك من لحظة ذيك شنو معنى ما شنو معنى موقفي هذا مدرك أن في تضحية. يعني أول ما صار رد علمت استقالتي أنا ستة من إخوتي وضعوا السجن ستة من وضعوا السجن ولم يخرج إلا في 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 88. كان لما حصلت عملية الباب العزية كان ناوي أنه يأخذهم في الطراب البنغازي ويعدمهم ويعلقهم كلهم في المشهد. لكن هذه الحياة هذا الحياد والكفاح بسيط ولا النضال بسيط يعني. ثم أيضا اعتقل واحدة من أخواتي وابنتها رغم أن المرأة في ليبيا نعم خط أحمر. نعم نعم لكن القذافي استهان بالأعراض وبالنساء وبكل شيء وهدموا بيتي في 84 هدموا الفيلا اللي عندي السكناية وما زالت مهدمة لحد الآن لم أقربها ما زالت لحد الآن حتى بعد رجوعي في 2011. خلال الفترة التي كنت ترتب فيها للانشقاق على نظام معمر القذافي وتحديداً في شهر مارس عام 1980 بدأ القذافي يصفي خصومه السياسيين خارج ليبيا من خلال عمليات إجرامية إرهابية ملأ بها شوارع عواصم العالم بدماء الليبيين. في 21 مارس عام 1980 تم اغتيال رجل الأعمال الليبي المعارض للقذافي سالم الرتيمي في العاصمة الإيطالية روما. في 11 من إبريل عام 1980 تم اغتيال الإذاعي المشهور محمد مصطفى رمضان المذيع في محطة بي بي سي في العاصمة البريطانية لندن. بدأ القذافي يمارس التوحش خارج ليبيا وينثر الخوف والرعب لكل ليبي معارض في أنحاء العالم. ألم يدفعك هذا إلى التردد أو الخوف أو التلكؤ في عملية إعلان انشقاقك على النظام؟ بالتأكيد واللي حصل فيها بالعكس وهذا الموضوع زادني إصرار ويقين بأن إذا كان قناعاتي كان فيها نوع من التردد فالآن فعلا أصبح الأمر عندي بالنسبة لي يقيني وأنا يجب أن أتخذ أصر على أن أستمر في ما عقدت عليه العزم في مفاصلة هذا النظام. محمد مصطفى رمضان كان صديقا لك منذ أن كنت تدرس الدكتوراه نعم. في لندن في نعم. الستينيات نعم. نعم. ومحمد مصطفى رمضان عملية اغتياله أخذت بعدا كبيرا في العالم العربي لأن معظم العرب الذين كانوا يتابعون إذاعة بي بي سي كانوا يرتبطون بهذا الصوت الذي يأتي من إذاعة لندن. الرابعة تماما هنا في لندن بتوقيت غرينتش. أيها السادة إليكم الآن أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء 18 من ديسمبر كانون أول. يقرأها محمد مصطفى رمضان. قتل محمد مصطفى رمضان بعد خروجه أو من المسجد في مسجد نعم. لندن. الواقع أن تأكيد محمد مصطفى رمضان إذاعي ألمعي وكان من خير من كبار المذيعين في البي بي سي يعني صوته متميز وأداء في غاية التميز. قتل أثناء خروجه من كل الجريمة التي ارتكبها محمد مصطفى رمضان أنه كان يبعث في رسائل للقذافي باسمه لم يكن يخفي هذا الأمر. رسائل مكتوبة؟ رسائل مكتوبة لأن في ذلك الوقت ما كانش فيه نت ولا نعم. بس كان هنا يوجه في رسائل ينتقد فيها في القذافي وينصح فيها في القذافي. القذافي ضاق بهذا الأمر ضاق بأن يوجد إنسان حر لهذه الشهرة لهذه السمعة أنه ينتقد وحتى ولو كان هذا النقد فيما بينه وبين القذافي فتوريك عقلية هذا القذافي كان عنده هذا الحقد على كل إنسان
لدرجة أنه هو رفض أن حد يكون مشهور غيره في ليبيا، حتى الفريق كرة القدم سماه بالأرقام وليس بالأسماء. يعني لا لا لا, لا يوجد حدود حقيقة. هذا يذكرني حقيقة الكلام نسب للمرحوم عمر المحيشي. نعم. يقول أن القذافي كلام في غاية الصدق، ويفسر فعلا كثير من تصرفات القذافي. يقول أن القذافي ينظر للبشر من حوله، ليسوا بشر غيره كيف مثله أو مواطنين ليبيين، بشر كلهم سواء ليبيين ولا غير ليبيين، على أساس أنهم أحد صنفين. ما هما؟ الصنف الأول صنف ينظر له بازدراء واحتقار، ينظر له أنه شخص لا قيمة له تافه، وهذا يحاول أن يستعمله طبعا حسب الاحتياجات متاعه وحسب الترتيب، أو يشتريه. نعم، ثم يرميه. أما النوع الثاني فهو شخص ينظر له على أساس أنه هو يخاف خطر عليه، ولهذا يحاول بكل صور كل الصور الممكنة أنه ينتقم منه أو ينهيه. هذا ينظر من هذا المنظار أيضا، لا ينظر فقط لليبيين إنما أيضا حتى للرؤساء العرب والبقية الرؤساء، إما نظرة احتقار واستعلاء وشراء، وإما نظرة خوف وتوجس ورغبة في التخلص من الآخر. أما حكاية يعني شركاء في الإنسانية، والله إخوة في الإنسانية، والله مواطنين زيهم لهم نفس الحقوق، لا أبدا. هذا هل يمكن أن تعرف المشاهدين باختصار بشخصية محمد مصطفى رمضان من خلال علاقتك ومعرفتك به؟ هنا لندن، سيداتي وسادتي، الزميل محمد مصطفى رمضان يقدم لكم حلقة اليوم من برنامج اخترت لكم. أيها السادة، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أتاح لنا المرحوم عباس محمود العقاد قبل وفاته بقليل أن نلمه ببعض الجوانب الخاصة في حياة طائفة ليست بالقليلة من الكتاب والزعماء السياسيين الذين عاصرهم هو أو عاصروه هم. محمد مصطفى رمضان شخصية يعني فوق هذا الشهرة وهذا الأداء المهني الرائع اللي اشتهر به، يعني كان شخصية مريحة، شخصية مطلعة، إنسان مثقف، إنسان واعي، صاحب قلم، ليس فقط صاحب أداء إنما أيضا صاحب قلم، كتابات له مقالات جميلة، وعنده حتى والله للأسف الشديد كتب كتاب لا تذكر الآن، لكن هو طبعا صاحب توجه إسلامي. نعم. إسلامي معتدل، ما فيش يعني أي تطرف، حتى في مظهر الحياة العادية إنسان بسيط، يحب النكتة، يحب الحياة الطيبة، طيب النفس والمعشر، طيب النفس والمعشر. نعم، بكل هذه وسلوكه طبعا اعتقد لا اتذكر ان في انسان ليبي مثقف اتخذ هذا الموقف من القذافي في زي انه هو يكون عنده الجرأة ان يبعث اليه برسائل منتظمه ينتقده وينصحه ويوجهه، وتصور مسكين ان هذا امر عادي ولن يكون له رد فعل. لماذا اغتال القذافي رجل الاعمال المعارض سالم الرتيمي في روما؟ والله أنا شخصيا لا أعرف، لا أتذكر أن فيه أسباب خاصة، لكن بالتأكيد عند القذافي، لكن في شخصية أخرى من رجال أعمال أعتقد قتل في ميلانو محطة عبد الجليل العارف. عبد الجليل العارف هذا أحد برضو رجال الأعمال اللي هذا أيضا اغتيل في روما في 19 نعم إبريل. نعم. بعده بيومين اغتيل رجل الأعمال عبد اللطيف المنتصر في بيروت. في بيروت. نعم. وفي نفس اليوم 21 إبريل اغتيل المحامي محمود عبد السلام نافع في لندن. هذا المحامي نعم، هذا من الإخوة اللي كانوا نشيط أعتقد عنده توجه بعثي، وكان عنده نشاط حركي في المكان في ليبيا عندي حصلت الإعدامات، وبعدها خرج إلى لندن. هو هنا ليه تخلص من رجال الأعمال؟ رجال أعمال برا بيشتغلوا، يعني لماذا كان يستهدف رجال الأعمال؟ يستهدف المفكرين والصحفيين، يستهدف ذوي الانتماءات السياسية، ويقوم بتصفيتهم بهذه الطرق البشعة وفي أيام متزامنة في بعض الأحيان. هو الخشية من فيما يتعلق برجال الأعمال، أعتقد أنه كان يخشى أن وجودهم في الخارج، وخاصة مع بداية تجمع تواجد الليبيين في الخارج المعارضين للنظام، خشي أن هؤلاء الأشخاص ممكن أنهم يبدوا يسرعوا في تمويل حركات المعارضة، ولعل وصلت بعض التقارير تفيد هذا الأمر،
لكن ليست لدي معلومات مفصلة في هذا. عبد السلام جلود يقول إن القذافي كان يعتقد نفسه إلها ولا يجوز لأحد أن يعارضه أو يمس صورته، وأن كل من يمس صورة هذا الإله يجب التخلص منه. بالتأكيد هذا ما في. أنا سمعت حتى من أستاذ منصور كيخة رحمه الله قال لي الرجل وصل دخل الآن مرحلة التأله، فبالتأكيد أنه هو عنده هذا الإحساس وعنده هذا الشعور، حتى مجرد أنه هو زي ما ذكرت لحضرتك أنه ينظر للآخرين بكل أي إنسان آخر إما دنيا وإما رغبة في الانتقام. هذا يعني ورد كلام كثير في خطبة أنه ما يشير وما يفيد أنه يتصرف كما لو أن إله صراحة. هل ردود الفعل الضعيفة من الدول التي تمت الاغتيالات على أراضيها تجاه القذافي ونظامه ساعدته في أن يستمر ويستمر عمليات التصفية والقتل حتى وصل إلى قتل ضابط شرطة بريطانيتين؟ نعم. هو يعني في أحد رجال الأعمال أرجو لا تفوتني هذا اسمه عبد الله ربما آتي عبد الله الخازمي؟ لا هذا اغتيل في روما في 8 مايو. عمران المهدوي دبلوماسي اغتيل في بون في نفس في اليوم في ألمانيا. محمد فؤاد أبو حجر لا اغتيل في روما 20 مايو 1980. من آخر أبو بكر عبد الرحمن كان ضابط سابق اغتيل في أثينا في 21 مايو 1980. ربما أجد اسمه. هذه الأسماء اللي حصلتها إلى الآن. لكن هذا الشخص جريمته وحيدة يعني في سجل حياة المعروف عنا أنه لم يفعل أي شيء ضد النظام، بس كان من رجال الأعمال اللي كانوا في غاية السخاء بالنسبة لدعم القضية الفلسطينية. دعم القضية الفلسطينية هذه جريمة الوحيدة. طبعا هو الحاجات اللي هو احنا هنا هنلاحظ حاجة بعد كده أن القذافي لم يكن يدعم القضية الفلسطينية، وإنما كان يدعم المنشقين على ياسر عرفات، والمنشقين كل من انشق على عرفات او على كان عمليته كان يدعمه القذافي. القذافي لم يكن يدعم عرفات او منظمه التحرير. واحده من الحقائق اللي غايبه عن الكثيرين ان القذافي او من عمليات التاميم المبكره اللي قام بها التاميم لاملاك الليبيين، غير بالاضافه لهذا تاميم عمليات التبرع واحتكار عمليات التبرع الشعبي او الاهلي اللي كانت تقوم وقف على أساس أن لا يجوز لأي ليبي أن يتبرع أي تبرع إلا من خلال القذافي ونظامه، تبرع خيري أو أي شيء. عنده هدف كبير من الموضوع هذا أنه فعلا يتحكم في عمليات التبرع. يعني مثلا القضية الفلسطينية في قبل الانقلاب كانت تلقى من 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 المواطنين ومن أهالي الليبيين حجم هائل من التبرعات. وأعتقد في مذكرات أبو جهاد رحمه الله أشار إلى هذا في أن أول طلقات سلاح استعملتها سنة 65 التبرعات كانت حصلت عليها من الليبيين. عبد المنعم الهوني في حواره مع غسان شربل يقول إن القذافي استخدم في تصفية خصومه السياسيين مجموعة أبو نضال، وأبو نضال انشق على منظمة التحرير وكان عامل منظمة إرهابية، كارلوس الإرهاب العالمي كارلوس المسجون الآن في فرنسا، أي الجيش الأحمر الياباني وهذه كانت مجموعة متمردة على النظام في اليابان، الألوية الحمراء وهي جماعة إيطالية أيضا كانت متمردة وارتكبت جرائم في قتل كثير من السياسيين، بادر ماينهوف وهي ألمانية أيضا، ومجموعة أبناء الله الصهيونية الأمريكية التي سبق وأن تحدثنا عليها. كان يستخدم كل هؤلاء في عمليات التصفية. لأن سؤالي الآن، هل كانت إمكانات نظام القذافي واللجان الثورية تصل إلى حد اختراق كل هذه العواصم الأوروبية وتصفية هؤلاء المعارضين؟ بالتأكيد بدون هذه الأطراف وبدون هذه الجهات. هو أعتقد واحدة من الحاجات اللي أعتقد هناك أدلة كثيرة عليها أن القذافي تظاهر أو فعلا قام بعملية دعوة كل الحركات اللي موجودة في العالم، سواء حركات في محيط العمل الإسلامي كل دعاهم واستلمهم، وأيضا بالنسبة لكل هذه الحركات الأخرى. فيما يتعلق بهذه الحركات هو توظيفها، يعني هو كان يدعمها من أجل توظيفها وليس من أجل أهدافها هي، ويشعر من خلالها أنه أصبح لديه قوة ويستطيع أن يهدد، يستطيع أن يؤثر. وطبعا دعم الجيش الإيرلندي
الجيش الجمهوري الإيرلندي قصة، هذا قصة أخرى ومبكرة أيضا، ومبكر دعم لها وتأييد لها. لكن الطرف القضية الأخرى المهمة الخطيرة فيما يتعلق بمنظمات الأخرى سواء يعني في العالم الثالث وطبعا دعم منظمات كثيرة، لكن احنا بنقول دي الآن في عملية استخدام هؤلاء لتحقيق أهدافه في تصفية خصومه السياسية أو من أجل تقديم خدمات، كان من خلال هذا الصخاء اللي تظهر به واللي قدم فيه لكل حركة بكل توجهات بكل ألوانها على صعيد العالم العربي، على صعيد العالم الإسلامي، على العالم الثالث، كل هذا كان سخي معه. كان مهمة اللي مخلف بها أعتقد أنه هو كان يجمع في تبرعات معلومات عن هذه المنظمات، يستعملها هو لأغراضه ثم أيضا يبيعها للأمريكان ولغيرهم، وهذا توجه مبكر عند القذافي. وأنا أعتقد يعني أيضا هنا ما يؤكد هذا إن القذافي كان أحياناً يعني مرة أرسل سفينة للجيش الجمهوري الأيرلندي وأبلغ السلطات البريطانية عنها، هو اللي بعتها وهو اللي بلغ. قضية عبد الرحمن العمودي المسجون في أمريكا مشهورة جداً، هو موله بالمال ثم أبلغ السلطات البريطانية عنه فمسك في المطار والآن بيقضي سنوات في السجن في أمريكا. يعني هذه مشهور أنه كان يلعب بشكل مزدوج في جرائم طبعاً، وهذا طبعاً بحجة أنه يخدم في القضية العربية الوحدة العربية، أيضاً يخدم في نصرة العالم الإسلامي، كل هذه شعارات رفعها ومن تحتها ومن خلالها وفي ظلها استطاع أنه يتغلغل في كل الحركة. لا تكاد توجد حركة عمل إسلامي والعمل قومي والعمل نضالي إلا وكان على صلة بها واتصال بها. هي المشكلة الأساسية هي كيف أن كل هذه الحركات بما فيها حركات إسلامية وزعماء إسلاميون كانوا يتهافتون على لقاء القذافي والذهاب إليه، وهو بكل هذه الهرطقة وكل هذه الجرائم والتطاول على الدين والتطاول على الله سبحانه وتعالى وإنكار السنة، وتجد زعماء حركات إسلامية يتهافتون ويذهبون للقاء القذافي. بعض منهم كان غفلة، لديه غفلة، لم يدرك حقيقة القذافي وكان توسم فيه الخير، ثم بعد الخير فايده ده من بدر، ده من اول يوم، بس في اشياء كثيره تغيب عنهم، ينظرون القذافي من خلال اعلامه، من خلال خطبه، من خلال حتى خطب مفروض، لكن للاسف الشديد هذه الصوره البعيده، زي ما كنا مبهورين نحن مثلا، نحكي عن نفسي ومعظم العرب مبهورين بعبد الناصر بخطبه باحاديثه بطز في امريكا في كل هذه الترهات الفارغه، ناس معجبه بها وتنظر له على اساس انه يعبر عن بعض ما يدور في 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 وجدانها من 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 مشاعر. بدأ المجريف يرتب في شهر مايو عام 1980 تنفيذ خطته في الانشقاق على نظام القذافي، واختار المغرب لتكون المكان الذي يلجأ إليه، حيث كان الحسن الثاني على خلاف شديد مع القذافي آنذاك، وكان يقيم في المغرب عدد من المعارضين الليبيين البارزين على رأسهم عمر المحيشي، قائد أكبر محاولة انقلابية فاشلة جرت ضد القذافي عام 1975. غادر المجريف السفارة الليبية في نيو دلهي في الهند في 21 من يونيو عام 1980 على أنه في إجازته السنوية، لكنه كان قد رتب لجوءه للمغرب وإعلان انشقاقه على نظام القذافي من هناك. الآن القذافي في عملية إسالة دماء الليبيين في أوروبا كان أعطى لها أوامر واضحة، وقال في خطاب أنا لقيته في 9 إبريل 79، وفي مارس 79 أيضا كان عامل مؤتمر في ذلك الوقت، وقال للجان الثورية المطلوب هو سحق أعداء الثورة في الداخل والخارج، ولو كان في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. من يريد أن يتحدث ثورة إذا كان في الداخل هذا أمر مفروغ منه، سنداهم هذا الموقع وندمره حتى لو كان مسجدا، وإذا كان في الخارج علينا أن ننتقل إليه في الخارج وننفذ فيه حكم الإعدام، عليكم أنتم اللجان الثورية أن تنفذوا هذا الحكم حتى لو ذهب إلى القطب الشمالي والجنوبي. نحن نعدم الأبرياء أحيانا بقصد إرهاب الجاني الحقيقي الذي قد لا يكون معروفا في تلك اللحظة. هذا هو المناخ، هذه الأجواء العامة اللي كانت في ليبيا، وهذا كان هذا المزاج اللي كان فيه القذافي وفيه اللجان الثورية متاعه.
أنت خلال وجودك في جدة التقيت بالسفير العراقي، ماذا كان هدفك من لقائك بالسفير العراقي؟ وكان صدام حسين على كراهية شديدة مع معمر القذافي، بل كان ربما يتعامل معه باحتقار واستعلاء، وهذا ما جعل القذافي دائما ناقما على صدام حسين. بالتأكيد اللي حصل أن الأخ جاني السفير الليبي، وأنا كنت على اتصال به لما كنت في جدة، وكان هدفي الحقيقي التوقف في جدة أني بس أحد الأهداف بالإضافة للعمرة أني غير التذاكر متاعي، لأن كان درجة أولى أنا والعائلة، فقلت نحولها إلى درجة سياحية باش نقدر نغطي بها رحلتي للمغرب. وفعلا عملنا الحكاية هذه. فجاني السفير منزعج، قال لي السفير العراقي يدور، سفير ليبي قال اللي هو أحمد فوزي هلال، قال لي والله السفير العراقي يدور فيك، شو بينك وبينه؟ وفعلا معي بين أي صلة، يعني هو اللي كان يبحث عنه، يبحث عني. فقلت له لعلي أنا صديقة السفير العراقي في الهند، كان صديقي وما كان صديقي، بس مجرد تعلة عملتها له، قلت له لعل عنده مسج أنا ما ودعتهاش، فربما عنده مسج بعتها لي معه. وفعلا مشيت للسفير، فالسفير على طول ترجع فيه، قال لي عندي تعليمات من القيادة أني أستضيفك في تعليمات من صدام القيادة. حسين نعم، إنه يستضيفك في جدة، في بغداد، شيء إنك تروح بغداد. يعني إيه اللي عرف طيب صدام حسين إنك على يعني تسعى للانشقاق وأنت لم تعلن هذا؟ أنا لم أعلن حتى، لكن طبعا عندهم جهاز مخابرات وعندهم قراءات بالتأكيد للقراءة. فالمهم يعني ده كان تشجيع من صدام لك أن تنشق على القذافي قبل أن يعرف بقرار انشقاقك؟ أنا قراري متقن، قبل أن يعرف بقرار انشقاقك. هو لم تجي، هو راحت نقول لحضرتك اللي حصل، قاعد يترجى فيه يقول لي رجاء رأى مستقبلي دبلوماسي متوقف على نجاحي في هذه المهمة، رجاء أن تستجيب. وإحنا الترتيبات عاملينها ثاني يوم حنسافر للمغرب مع العائلة. ف خلاص نبدأ حياتي بمشكلة مع العراقيين، أمر خطير بالنسبة لي أنا إذا كانوا. فالمهم أني عملت أنا ويا الترتيبات على أساس أني عمل لي تذكرة توقف في تركيا، أول مرة أزور تركيا ومنها لبغداد. قابلت مين بقى في بغداد؟ بالتأكيد حوالي 4 أشخاص شخصية أعتقد من الحزب. يعني ده دول أول نظام أنت تعاملت معاه وأنت لسه نيتك تعلن الانشقاق. تفتكر مين اللي أنت قابلتهم؟ والله لا أتذكر، لكن بس شخصيات، لكن مش شخصيات كبيرة، شخصيات كبيرة بس، لا مش من يعني من مجلس قيادة الثورة، لا بس واضح أمن. ماذا كانوا يريدوا؟ ماذا عرضوا عليك؟ كانوا يفتشوا في دماغي شنو يعني في ذهني. أولا سألوني شنو تقييمك للقوة الحزبية الموجودة في ليبيا، هذا السؤال كان واضح في حالي. طبعا حدثتهم على القذافي وكذا، وأني فعلا أنا ناوي يعني قلت لهم أنك ناوي تعلن الانشقاق. يعني أول ناس عرفوا بنيتك الانشقاق كانوا العراقيين. العراقيين بالتأكيد. فقلت لهم يا أخوانا، قلت لهم إحنا اللي نعرف أنا الشعب الليبي وشعب يحب وطنه، يعتز بانتماء لعروبته، وايضا في نفس الوقت يعتز باسلامه. فلنعرفها حتى هذه الاحزاب، سالوني طبعا عن موضوع الاحزاب وقوه كل واحده منها، فقلت لهم انا حسب احزاب فين؟ في ليبيا؟ احزاب في ليبيا، هو في ليبيا احزاب، بس ما في توجهات وانتماءات حزبيه معروفه بس من ايام العهد من العهد الملك تحت الارض ممنوعه اصلا، دي جريمه موجوده هذه القوى. بدليل الراجل جرم الحزبيه، بس بدليل ان القذافي عمل في فبراير هذاك الوقت، في فبراير كان الهجمه اللي عملها على حزب البعث في اما انا بقول لحضرتك تحت الارض مش نعم معروفه، بس معروفين يعني فقلت له لنعرف ان كل الاخوان المسلمين على البعثيين على الشيوعيين على كل لا يشكلون اقل من 5% من الشعب الليبي، انا هذه نعرف. بعدين شنو ناوي، سالوني سؤال اخر، شنو ناوي تعمل؟ قلت لهم اقول لكم، وهذا فعلا يا استاذ احمد بكل صدق، قلت لهم ليس في ذهني ان يعني اي شيء سوى اني شاعر بان في عنقي شهاده تجاه من اريد، بحكم أني أنا ارتبط بهذا النظام هذه كرئيس ديوان محاسبة وكسفير وكذا، شهادة أقولها للليبيين أولا وللعالم. ما هي؟ من هو القذافي؟ شنو نظامه؟ طبيعة نظامه؟ التوجهات متاعه كلها؟
أقول شنو يترتب على هذه على إدلاء بهذه الشهادة وإعلاني لهذا الشهادة وهذا الموقف فصلت النظام؟ هذا أمر غيب لا أدري، وأنا سأتفاعل مع هذا الرد الفعل تحصل بالطريقة اللي إن شاء الله يوفقنا الله سبحانه وتعالى منها. فالمهم كان لقاء قعدت حوالي أسبوع تقريبا، أسبوع أقل من أسبوع شوي. المهم في آخر اللقاء أخذ قبل الجاسون جوني برضو 2 أو 3 من وقالوا لي كان معهم جواز سفر دبلوماسي عراق ومعهم تذكرة إلى المغرب، يعني قلت لهم ناوي أسرتي ما بعدت أسري إلى المغرب، معهم شيك ظرف فيه فلوس في مبالغ أعتقد. فقلت لهم شكرا على جواز السفر، شكرا على التذكرة لأن التذكرة أنا تحملتها بسببكم. بالنسبة للمبلغ قالوا لنا إحنا نعتبرك لاجئ سياسي عندنا وهذه مخصصات متاعك ومكافأة متاع 2 أو 3. فقلت لهم هذه شكرا لكم على هذه الأريحية منكم، لكن أنا سمحوا لي مش هنقبلها منكم. لكن خدت جواز السفر؟ خدت جواز السفر، خدت تذكرة. يعني أنت أول جواز سفر تعاملت به كان جواز سفر دبلوماسي عراق، ومنحت هذا جواز السفر قبل أن تعلن انشقاقك رسميا على قبل أن أطلبه، دون أطلبه. فجزاهم الله خير. قلت لهم أنا إيه المقابل اللي طلبوه منك؟ ولا حاجة. أنا ما عارفين طبعا هذا التعامل، عارفين موقف يعني مجرد أنها يعني أن يبادروا بهذا الموقف الإيجابي يعني. لماذا يعني كان يكره صدام حسين؟ بعد هذا بحوالي 7 شهور ما زلت معلن معلناش عن تأسيس الجبهة. اتصل بي أحد مندوبيهم في الموظفين بتاعهم في السفارة العراقية في المغرب اسمه نصير، وقال لي يا فلان عندي تعليمات من القيادة بأني نعطيك أي يعني دعم مالي في حدود من دولار إلى 1,000,000 دولار قبل حتى بعد مجرد اعلنت استقالتي. بعد استقالتي انت وصلت للمغرب في بدايه يوليو، في 31 يوليو 1980. نعم. بعد شهر واحد اعلنت انشقاقك على نظام القذافي. نعم. لماذا اخترت هذا التوقيت؟ توقيت لاني انا كنت زي ما اشرت لحضرتك اني طلبت اعتباري في اجازه من اول يونيو شهرين، اجازه تنتهي في 31 يوليو. ليه اخترت المغرب لإعلان انشقاقك على القذافي منها؟ اختيار طبعا كان أعتقد كان طبيعي، لأن أولا ما كانش اختيار كثيرة يعني. كان عندي مصر أو المغرب أو بغداد. بغداد ما كانش، أنا الموقف هذا بعدين صار موقف هذا بعدين، وبعدين يعني الموقف كنت لما كنت في الهند اتصلت بالقائم بالأعمال واتصل الحكومة بتاعها وجاب لي رد الحكومة بتاعها أني مرحبين بيا، يعني لما كنت في بومباي انتظر. لكن لم يكن في بغداد في ذلك الوقت أي معارض ليبي؟ لا كانوا موجودين، كان في بعض المعارضين الليبيين لا سيما البعثيين الليبيين الذين هربوا من نظام معمر القذافي. التقيت مع أي حد هناك؟ لا كان محصور، قامتي محصورة محدودة وما زلت يعني. أحمد صدق الدجاني كان يقيم في مصر وكان شخصية عربية فلسطينية، أنت التقيت به في الفترة دي؟ كذلك التقيت مع عبد الحميد البكوش رئيس الوزراء السابق اللي كان يقيم في مصر وتعرض لعدة محاولات اغتيال من القذافي. أحد أصدقائنا اللي هو زميلنا وأحد مؤسسي الجبهة اللي هو محمد رمضان هويسة جاني قال لي والله الأخ أحمد صدق الدجاني موجود هنا وبيشوفك. طبعا معروف يعني قامة كبيرة كمفكر وكمناظر وكل هذه. فالتقيت به، قلت له يشرفني جدا اني نلتقي به، وكنت حريص حقيقه ان بيستوضح منا مدى صحه المعلومه كانت وصلتني عن لقاء عمله هو وابراهيم الغويل مع القذافي مبكر في عام 73. كنت هذه كنت من جانبي انا حريص عليها ان نلتقي بالاستاذ احمد صدق الدجاني. وضح لك الامر؟ وضح لي الامر. ماذا قال؟ هذا الأمر هو كالآتي، أنه هو عمل مقابلة مع هو كانوا في مثلوا جريدة البلاغ في طرابلس قبل التغفل طبعا، وعملوا مقابلة مع القذافي. من بين ما ذكر القذافي لهم في هذه المقابلة أن عنده ابن عم شديد الشبه به، شديد الشبه القذافي،
ولدرجة أنهم سبب الإحراج مع أصدقائه ومع أصحابه. وكانت أمه يهودية، عمه هو ابن عمه، وعمه كان متزوج واحدة يهودية. القذاف اللي بقول كده؟ هذه الرواية اللي سمعتها وأنا رئيس ديوان المحاسبة موجود وقاعد في مخي في ذاكرتي، ولما سمعت الأستاذ أحمد صدق دجاني جاي قلت نجي، لأن المقابلة هو عملها أحمد صدق دجاني وإبراهيم الغويل عملوها مع القذاف في سنة 73. في 73 توجيك بقية القصة. وعلى أساس أن لم ينتهي هذا الإشكال عند القذافي إلا بعد موت ابن عمه هذا اختار. كثيرين يقولون أننا ما نعرفوش القصة هذه، كثيرين حتى من قريبين القذافي هل تعرف سمعتوا بالابن عمه وفيش يقولون في طرابلس. فالمهم قلت له بقية القصة أن ثاني يوم لما قبل لينشروا المقابلة جو القذافي رجعوا معه المقابلة هذه محتوى المقابلة على أساس أنه كان عنده تحفظ عليها وعلى أساس. فقال لما جاء للنقطة هذه المتعلقة ابن عمه هذا شطب عليها. ماذا قال لك أحمد صدق الدجاني عن القصة؟ قلت له يا أستاذ أحمد هل هذا حصل؟ قال لي نعم حصل. وقال لي لو أرشيف جريدة البلاغ موزان موجود، لو موزان موجود ما حتقيش أنه موجود، حيجدوا فيه هذا والخط الأحمر خط يد القذافي على هذه العبارة. فقلت له هذه قصة صحيحة؟ قال لي صحيحة. أنا يعني القذافي هنا ادعى أن ابن عمه أمه كانت يهودية وكان متطابقا في شكله 100% مع القذافي وكان يسبب له حرج أن ده ابن اليهودية، وأن موت ابن اليهودية خلى القذافي يشعر بالراحة بعد ذلك، ولكن هو رفض أن القصة دي تنشر بعدما أقر بها إلى أحمد صدق الدجاني. ما عندي شك هو محاولة مبكرة من القذافي أن يدفع عن نفسه هذه التهمة وهذا الأمر، واختلق هذه القصة ثم راجع نفسه. هذا تفسيري أنا، راجع نفسه لأن قد تثير سؤالات أكثر ما تقدم أجوبة أو قدم تفسير. وكل الذين كانوا حول القذافي لم يكونوا يعرفون شيئا من هذا؟ يعني معقول واحد يطلع كده وكل اللي حواليه ما حدش عارف أهله مين ولا أمه مين ولا؟ يا أستاذ أحمد في قضية، في أمر مهم جدا، إحنا كمجتمع بدوي بقدر ما نعتز ونفخر بأعمامنا نفخر بأخواننا. أنت عشان كده كتبت كتاب قلت من هم أخوالك. هذا الرجل قدم أعمامه وأبناء أعمامه وكل من يقدم، لكن لم يقدم في يوم من الأيام شخص قال هذا خالي أو من أخوالي. القذافي لم يبح عن أخواله نهائي. كيف يحصل؟ وفي مجتمع بدوي، لو تقول لي في مجتمع عربي مش من خاله، لكن في مجتمع بدوي مجتمع عربي الأخوال يعني. والليبيين لم يفكر أحد فيهم في هذه القصة؟ متأكد كثيرين فكروا، يعني متأكد فكروا يعني. كان إعلانك الانشقاق على نظام القذافي دافعا للمعارضة الليبية في كل مكان إلى أن تبدأ في التوحد مرة أخرى، وأسستم وبدأتم في البدء في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا لمواجهة نظام القذافي وأسقاطه. أبدأ معك الحلقة القادمة من تأسيس الجبهة. شكرا جزيلا. شكرا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الدكتور محمد المجريف الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا وأول رئيس للمؤتمر الوطني الليبي. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.